مفيد فوزي يسأل أحمد عدوية الذي أطلق عليه نجيب محفوظ مغني الحارة المصرية. من أين يأتي النكد في نظر أحمد عدوية؟ ما شهادتك على أصوات سعد الصغير، أبو الليف، شعبان عبد الرحيم؟ خبطت على الباب أستاذ مفيد يا فوزي، هقول يا ورد. ماذا قصدت وأنت تغني سلامة هم وحسن، زحمة يا دنيا زحمة؟ يا خرابي يا خرابي أستاذ مفيد. هل غنى عبد الحليم حافظ ألحانك؟ أنا تاريخ. وتروي زوجته حقيقة الحادث الغريب الذي تعرض له؟ باختصار هو كده كده بس. أحمد عدوية في حالة فضفضة للمحاور مفيد فوزي في مفاتيح الخميس 10 مساء على دريم 2.